كوبين من الطحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبدنا نص كوب لبن زبادي، كوب سكر، معلقة صغيرة قرفة، فانيلا، 4 بيض ونص كوب زيت، كمان كوب مي وكوب تمر، علبة حليب مركز مغلية لمدة نص ساعة، وكمان بدنا 300 جرام شوكولات بيضة، 100 ml من الكريمة، ونص كوب زبدة الفستق، ولون أخضر غذائي. طيب دلوقتي احنا بس انا عملت ايه علشان نرجع من الفاصل نعمل الكلام ده، عندي هنا التمر هفصفصه واحطه مع كوباية مية على النار. حلو. انا عايزاه يتهري يتهرس. يتهرس، وده هيحصل بعد ما نسيبه شوية على النار، وعايزينه كمان يبقى نوعا ما فاتر. صح. لو ما تهرسش معانا قوي بنقدر ان احنا نحطه في الخلاط، بس هو يمكن خلاص منيح ماشي الحال كده. ماشي الحال. خلاص حلو قوي كده. خلاص هنسيبه. الكيكه دي هشه بطريقه مش طبيعيه، مش طبيعي قد ايه هشه. خلاص الخلاط احنا لو زي ما قلنا طلعت مش مهروس قوي لان في تمر ناشف، ده نوعا ما مش ناشف، فمشي الحال الحمد لله مع الميه. بحس انا المجهول. اهرسي كده شويه وبعدين حطيه لنا هنا. ما هو ده المجهول ممتاز. هو طب هاتي اهرسه هون اسهل على فكره. شو رايك؟ اوكي تفضلي. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نعمل الكيكه بتاعتنا. علشان نعملها عايزين اول حاجه هنحط السكر، عندنا كوبايه سكر هنحطها هنا مع البيض، وهنخفق لغايه ما القوام كده يفتح ويبقى قوامه كريمي وابيض فاتح شويه. فحطينا هنا السكر والبيض والفانيلا وهبتدي اخفقهم. اوكي كده احنا الخليط عندنا ابتدى يفتح. هنبتدي بقى دلوقتي نحط الزيت اللي عندنا نص كوبايه زيت وهنخلط برضو. يلا هناخد بقى دلوقتي عندنا هنا الطحين والبيكنج باودر والقرفة. بيكنج باودر والطحين يعني المواد الجافة بنحاول بالظبط هنحطهم مع بعض وهنضيفهم على الخليط اللي عندنا. وكده احنا ناقصنا بس اللبن، او خلينا نحط اللبن الاول معلش. بس هذا ما شاء الله صار زي ما بدك. مهروس. هنحط اللبن الاول الزبادي ونخلط برضو. اخلطي يا حبيبتي. ودلوقتي بقى هنحط خليط الطحين اللي عندنا اللي هو طحين وبيكنج باودر وقرفه، وبرضو هنخلط. ما فضلش كده عندنا غير التمر اللي انت عملتيه لنا. يلا تديه لنا بقى لو سمحتي. اتفضلي. تسلم ايدك. احنا كده تقريبا خلصنا الخليط. هكلمكم بقى دلوقتي عن اللي هنعمله فيه ايه. خليني دلوقتي اوريكم انا خبزاها في ايه. انا الصينيه دي الصراحه كتير بحبها، بعت جبتها الصراحه من بره، بس انتوا ممكن تلاقوها هنا. لو لقيتوها بصراحه حلوه قوي، لان هي بتعمل ايه؟ بتعمل في النص تجويف، شايفين؟ بتعمل في النص تجويف، فأنا بقدر أحشي الكيكة بتاعتنا. هوريكم بقى دلوقتي. إحنا دي خبزناها زي ما أنتم شايفين على درجة حرارة 180، قعدت في الفرن من 40 ل 45 دقيقة درجة حرارة 180. فإحنا هناخد الكيكة بتاعتنا الصينية وهنفك هذا العمود اللي في النص بالشكل ده. والله فكرة حلوة هاي. وهجيب الطبق بتاعنا او اللي هنقدم فيه. عجبتني. بتقدري تحشوها ببساطة. وهنقلبها هنا بهذا الشكل. بسم الله. ايوه. انا حاطة تحت ورق زبدة. حاطة تحت ورق زبدة عشان ما تلزق. عشان ما تلزق. والغطا بتاعها بيخلي، بصوا، بيخلي الكيكة تبقى كده زي ما انتم شايفين ماسكة نفسها. شوفوا الهشاشة مش طبيعي قد ايه طرية. بصوا طرية جدا. طيب دلوقتي احنا عندنا هنا
الشوكولاتة الجناش دي، الشوكولاتة مع الكريمة، سخنت بشرت الشوكولاتة وسخنت الكريمة وحطيتها على الشوكولاتة، وده القوام بتاعها بعد ما بردت. هاخدها وهحط عليها من زبدة الفستق الحلبي علشان يبقى عندنا القوام والنكهة بتاعت فستق. فخلينا نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن ناخد، هاخد شوية بس من، عشان حاسة ده ممكن يكون كتير. لا كويس، هناخد كمية من زبدة الفستق اللي احنا جايبينها دي، بتبقى جاهزة ببرطمانات زي برطمانات الشوكولاتة الدهن وكده من السوبر ماركت بنجيبها. وهحط شوية منها على الجناش الأبيض بتاع الشوكولاتة بتاعي. تمام، فكده بقى احنا عندنا جناش فستق حلبي. اوكي، هنقلب الكلام ده كويس. ايوه، الكيكة دي من الكيكات اللي بجد مميزة قوي وطعمها بيطلع حلو. احنا كده مش محتاجين حتى لون اخضر لان اللون لوحده طلع لنا اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الكيس بتاع الحلواني بتاعنا ومن غير اي تب، من غير تب هنحط لانه احنا بيهمناش الشكل، احنا بس لا لا مش عايزين شكل. احنا دلوقتي عايزين بس الحشو. هناخد الجناش وهنحط زاكي الكريمه كتير. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ مش عارفه شو لا عايزه احط بس حاجه هنا في ال عايزه احط خطوة مهمة. لا 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 لا، خطوة مهمة لو سمحت. استني يعني بتعمل كيكة ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. شوفوا هنعمل ايه. هناخد دلوقتي الجناش بتاعنا ده وهنقطع من هنا كده بهذا الشكل اهو، وهاخد الكيكة بتاعتنا كده كده اهو. ايوه، وهبتدي احط. شو حلوة الجناش بتاعنا هنا. معقول. بس احس ان هو ملى من الناحيه دي، روح الناحية. وراح الناحيه الثانيه كمان اهو ملى. لا لا، خلاص شايفين اهي. هنا اهو. هناخد بقى دلوقتي الطوفي اللي عندنا. الطوفي اللي عندنا ده طوفي سريع وسهل، اللي هو علبه الحليب المكثف المحلى، بنحطها على النار لمده، يا النار لو طنجره عاديه يبقى لمده ساعتين وربع، ساعتين ونص، لو في طنجره الضغط نص ساعه. بس هحط دلوقتي شويه في كيس الحلواني وهعمل شويه كده فوق وشكرا. شكرا.